بالروح بالدم نفديك يا جولان، كانت من أبرز الهتافات التي أطلقها أهالي مدينة دوما خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها اليوم في ساحة المدينة، تنديداً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل. الجولان بالقلب رح يضل مكانه بالقلب. جولان سوريا وسابقة سوريا رغم أنف كل مختصين، بس ستبقى لنا ونحن بدنا نحميها بروحنا ودمنا. الجولان سوري ولنا ورح يبقى عربي سوري. الجولان عربي سوري وبدنا يرفع راية سوريا بإذن الله. الجولان إلنا ورح تضل إلنا. إن شاء الله الجولان رح يتحرر راية الجيش العربي السوري. رح نعود للجولان ونحررها ان شاء الله بسواعد الجيش العربي السوري. الجولان عربي سوري وسيبقى عربي سوري. قرار ترامب مرفوض رفض كامل، والصهيونية العالمية مرفوضة. ما في لا غير ترامب ولا غير ترامب بيحسن يقهر الشعوب اللي موجودة كلها بصوت واحد وبتقول الجولان عربية سورية. نحن من ساحة الانتصار بدوما اللي حررها الجيش العربي السوري ندين ونستنكر قرار ترامب الذي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. فالجولان عربي سوري وسيبقى عربيا سوريا شاء من شاء وأبى من أبى. مثل الشجر منبوت وما بننحني.